عتب جهنم أنتم لها واردون. لا لا، فهمت يا محمد؟ أنت فهمت المسألة ولا لا؟ ألهم يقولون يعني كل المعبودين في النار؟ قالوا للنبي ذلك، قال لهم نعم كل المعبودين في النار. قالوا كل؟ قال كل المعبودين في النار. فقالوا طبعي النصارى عبدوا عيسى، واليهود عبدوا عزيرا، نعم، وطائفة كذا عبدوا الملائكة. إذن هؤلاء في النار، ما دمت قلت بالعموم هؤلاء في النار، هذا هو. فنقول في السياق، في السياق ما يدل على أن هؤلاء لا يدخلون في هذه الحسبة. نعم، السلفي يقيد بقولي ومن عود وهو راض بذلك. من وين من أقل؟ بس هذا الذي يريده. طب أنا أقول دققوا النظر تأتيكم الإجابة، دققوا النظر تديد سلفي، بس أنا عايز الشاهد من الآية شوفوا ماذا قال. قال إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. قال ما تعبدون، وما في الغالب العقل، فيخرج بذلك العقل، يبقى يخرج بذلك عيسى وعسير والملائكة. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهذا أيضا التأكيد على ما قلنا. إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى، الذين لهم السعادة ولهم الخلود في الجنان بجوار الرحمن، هؤلاء أو أولئك لشرف المكانة وبعض المكانة، لشرف المكانة لبعض المكانة وشرف المكانة مبعدون. فالذين سبقت لهم في الفلك عنها مبعدون، كعيسى كالملائكة كعزير، أنبياء الله جل في علاه في الجنة بجوار الله جل في علاه، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيس. وأجيج وأزيز كما قال الله جل في علاه، وإذا ألقوا منها مكانا كثبورا لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني موقمون أنفس وتلذ الأعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ما العين رأت على قلب بشر. قال لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقال الحسن البصري الفزع الأكبر حين بسحب الرجل من أهل النار إلى النار، وقيل الفزع الأكبر حين ينادى يا أهل النار يشرعبون ينظرون، يا أهل الجنة يشرعبون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا الموت؟ فيقولون نعم، فيذبح بينهما، وينادى أهل الجنة خلود بلا موت، وأهل النار خلود بلا موت. وقال سعيد بن جبير الضحاك هو أن تطبق عليه جهنم بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه. قال وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة، يهنئون أهل الجنة بالجنة وبالسعادة. وطبعا كما قلنا أن الملائكة قبلها تقول نجوت نجوت نجوت، يندهشون، وذلك لأن المرأة لو ترك لنفسه أو ترك لشهواته أو ترك للأهواء أو ترك للدنيا لأهلكته، ولكن الله جل في علاه يعصم من يشاء. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يبشرونهم يهنئونهم بالنجاة وبالجنة. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، واليوم الذي يوعد فيه المرء هو خلوده في الجنة، هو يوم أن يأذن الله له بالخلود في الجنة، وهذا أعظم أيام الإنسان، أن الله تعالى يكتب له النجاة فيرضى عنه رضاء لا يغضب بعده قط، فيرضى عنهم ولا يغضب عليهم بعد ذلك أبدا، ويكون الرضا أبدا على التأبيد. ولذلك أهل الجنان أمتع الناس في الجنة، ولا موت، خلود بلا موت. اللهم ارزقنا الجنان يا رب العالمين. ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أقصد السماء هنا السماوات، ولأنها تفنى أيضا، السماوات تفنى كما بيّن الله جل في علاه، تتناثر النجوم وتتبعثر يوم القيامة. قال ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهذه لأن الكون بأثره في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال علماء اختلف في السجل هنا، قال السجل ملك يكتب أعمال العباد، واللازم زائدة واللام زائدة هنا، أي كطي السجل للكتب كقوله رادف لكم، واللام عند الزيادة يكون فيها التأكيد. قال ابن عباس
ومجاهد وأكثر أهل التفسير السجل للصحيفة، الصحيفة للكتب، وهذه معناها لأجل ما كتب معناه كثير الصحيفة على مكتوبها. والسجل اسم مشتق من المسجلة والمكاتبة، والطي الدرج الذي هو ضد النشر. فهنا الله تعالى يبين لنا عظيم ربوبيته حين قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، كذلك نعيدهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا، بل هم ما أنبتوا إلا بالماء. فالله يأمر السماء أن تمطر مطرا كالطل كالمني، فينبتون منه من عجب الذنب، ينبتون منه ثم يذهبون أرسالا إلى الله جل في علاه مهرولين. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور جميع الكتب المنزلة، والذكر هو أم الكتاب، فالذكر هو أم الكتاب الذي عنده. والمعنى من ذلك من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. بعضهم عد الزبور كتاب خاص بداود عليه السلام. وفي قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من قبل الذكر، لأن الذكر هنا هو القرآن، الذكر هنا هو القرآن، كما قال الله تعالى ربنا الرحمن قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فيكون هنا في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هنا المقصود به القرآن، فالزبور هنا الذي جاء قبل القرآن، فيكون المعنى ولقد كتبنا في الزبور من قبل الذكر. ويمنع الضاد كقوله كان وراءهم ملك، يعني كان أمامهم ملك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن أرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذه سنة كونية، هذه سنة كونية، أن الأرض، والأرض نقصد هنا الجنة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والمقصود بالعباد الصالحين أول عباد الله الصالحين دخولا هم أهل الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. في الأمر في الدنيا في قول الله تعالى وقد اكتبنا في التوراة بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أراضي الكفر يفتحها أهل الإسلام عزا وتمكينا وإظهارا بدينهم، لأن الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني في هذا القرآن لبلاغا وصولا إلى البغية، أي من اتبع القرآن وهدي القرآن وتعليم القرآن وعمل بها وطبقها وصل إلى ما كان يرجوه من الثواب. وقد قال بعض العلماء أيضا في معنى قوله جل في علاه إن في هذا لبلاغا لكفاية لقوم عابدين، والحق التمسك بكتاب الله كفاية. ولذلك عمر قال بيننا كتاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذه فيها سنن كونية أن الله تعالى يجعل لأهل الإيمان والتوحيد الغلب على الكفران وإن ضاقت السبل وإن ضعفت الأسباب وإن تمكن الأعداء وإن فتحت عليهم الدنيا بحذافيرها، فإن الله يجعل مخرجا وفرجا لأهل الإيمان ويجعل لهم الغلبة، كما قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا قال ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون
ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهنا إناطة التمليك بالصلاح، والصلاح أصله التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين كفاية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهنا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قد يكون عموما يراد بالخصوص، لأنه رحمة للمؤمنين خاصة. قال ابن عباس هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن كان رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنه ورفع المسخ والخسف والاستئصال عنهم. وقال ابن سلم إنما أنا رحمة مهداة. طيب نقف عند هذه الآية، وأن النبي هو رحمة للعالمين، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في شفقته، وهو يدعو قومه ليل نهار صباح مساء، يريد بهم النجاة ويريد لهم النجاة، لكنهم أساء وتعدوا وطغوا وبغوا، فأخذ المؤمنين منهم فكانوا سادة للناس. الفوائد المستنبطة: السياق من المفسرات، الفائدة الأولى السياق من المفسرات. عظيم ربوبية الله جل وعلا في طي السماء كطي السجل للكتب. العالم يكفيه إشارة الدليل، والجاهل لا يكفيه كل الأدلة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.